السلام عليكم أينما كنتم أيها الأحبة. أيها الأحبة، كعادتنا حينما يطرأ حدث جديد فإننا ننتظر أن تنجلي غبرة الحدث أولا، ثم نطلع على آراء وتحليلات وكتابات الكتاب الذين يتناولونه. هذه عادتنا، فنختار منها ما يتناسب مع مهمتنا في إنضاج فكرة لتقديمها إلى حضاراتكم. تميم ابن حمد أمير دولة قطر في زيارة خاطفة إلى بغداد استغرقت 4 ساعات. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما هي العادة، تعالوا معي لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان أهمية الشراكة الاقتصادية مع قطر، الكاتب هيثم الخزعلي. أهمية الشراكة الاقتصادية مع قطر، الباحث بالشأن السياسي هيثم الخزعلي. معظم استثمارات قطر في مجال العقارات، ويمكن للعراق أن يستفيد من هذه الاستثمارات. إن من أولويات حكومة السيد السوداني بناء مدن سكنية حديثة في أطراف المدن العراقية لحل مشكلة السكن، وتم الاتفاق على أن تستثمر قطر في بناء المدن السكنية والفنادق وإدارة وبناء المستشفيات، وإعلان قطر أنها ستستثمر 7 مليارات دولار في العراق يشير إلى رؤية عميقة للحكومة العراقية بإنعاش الاقتصاد العراقي اعتمادا على الاستثمارات، كما أن إعلان السيد السوداني عن تفاهمات مع قطر لتفعيل التعاون التجاري مع قطر ومساهمتها في مشروع طريق التنمية بارقة أمل بأن اقتصاد العراق ماض نحو الأفضل. كل هذا بفضل دبلوماسية العلاقات المنتجة التي تبناها السيد السوداني الذي يقود عملية تنمية كبيرة في مختلف المجالات. مرحبا بكم مرة أخرى، وأدعوكم للانضمام معي للترحيب بضيوف الأكارم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هيثم، الدكتور هيثم الخزعلي، مرحبا بك. السلام بكم. والكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز اتحاد المحللين الاستراتيجيين الأستاذ صلاح زنقانة، مرحبا بكم. ضيفين كريمين. دكتور هيثم، يعني العراق يحتاج لهكذا اتفاقيات. هناك من ذهب بعيدا في انتقاد هذه الزيارة، لكننا نعتقد أن العراق بحاجة إلى هذه الاتفاقيات، بل بحاجة إلى مثل هكذا زيارات تنعش اقتصاده، على الأقل الاقتصاد المنهك واللي الميزانية تتنازعها وتتهاوشها كثير من الإشكالات والمشاكل، وهو الأمر الذي يجب أن تفهمه القوى السياسية. شلون تعلق على هذا؟ فلان أرحب بك وبضيفك الكريم أستاذ صلاح، جمهوركم الكريم. مرحبا بك ضيف كريم. الحقيقة أنه مبادرة زيارة الأمير تميم هي تعكس عمق العلاقات ورغبة قطر بالاستثمار في العراق. أنا ذكرت أنه السيد السوداني عند بداية قدومه إلى الحكومة ذهب إلى ألمانيا وفرنسا، ونحن نعلم أن ألمانيا وفرنسا لديهم مشكلة في أوروبا، هي مشكلة الطاقة. أن روسيا كانت تزود أوروبا بأكثر من 40% من الغاز. عندما قامت الحرب وقل الإنتاج الروسي ثم بعد ضرب نورد ستريم، حدثت هناك أزمة في موضوع الطاقة الذي تعمل به كل المصانع، بل هو شريان الحياة يعني في أوروبا. لجوا إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة، والغاز عندما يأتي بالبحر لابد من نصب محطات لتسييله على سواحل الولايات المتحدة، تحويله من سائل إلى غازي، ثم من غازي إلى سائل، ثم عند سواحل ألمانيا يحول من الحالة السائلة إلى الغازية مرة ثانية. هذه كلها كلف. هذه كلف عالية بالإضافة إلى النقل، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. النرويج التي كانت هي جزء من الدول الأوروبية رفضت أنه بيع أسعار الغاز بسعر مخفض والتزمت بأسعار السوق. بالتالي طرحت عدة خيارات، يعني فرنسا طرحت
انه نضغط على الدول المنتجه كي تبيع باسعار اقل، وهذا الامر غير ممكن لانه الدول الاوروبيه لم تلتزم به، كيف يلتزم به من هو ابعد. قطر لديها استثمارات مع شركه توتال الفرنسي. جيد. ولديها تعاون اقتصادي استثمارات في اوروبا، والشركه القطريه القابضه لديها استثمارات في العقارات بشكل كبير حتى في مطار هيثرو البريطاني. فالسيد السوداني قرأ المعادلة بشكل صحيح وذهب إلى أوروبا بأنه من الممكن أن يتم استثمار الغاز العراقي. أنا سؤالي، هل جاءت الزيارة على دعوة لو هي مبادرة من الأمير تميم؟ أنا أعتقد أنه بغض النظر عن كان دعوة مبادرة، هي تعكس رغبة قطرية بدليل حضور الأمير بنفسه. يعني السيد السوداني عندما ذهب قرأ كل هذه المقدمات، انه اوروبا بحاجه للغاز، ممكن ان يتم استثمار الغاز المصاحب بدل من حرقه واهداره، وممكن استثمار الغاز الحر، لدينا حقول غاز غير مكتشف وحقول متوقع وحقول مكتشفه مؤكده لم يتم استثمارها. احنا موازنتنا الجزء الاكبر من هو ذهب للموازنه التشغيليه، فكيف يتم تفعيل المشاريع؟ رؤيه الحكومه انه يتم تفعيل المشاريع عبر الاستثمارات. فالسيد السوداني في أحد جلسات مجلس الوزراء كان هناك أمر بنصب محطات لتسييل الغاز على في ميناء الفاو. بالتالي أنا قرأت عندما كتبت مقال حول جولة التراخيص الخامسة أنه العراق وإن لم يكن حاليا يمتلك الغاز لتصديره، لكن ممكن أن يكون ممرا للغاز، وقطر لديها رغبة بتصدير الغاز إلى أوروبا وإلى تركيا التي تربطها مع علاقات حميمية، وتوجد قاعدة تركية في قطر عبر تركيا إلى أوروبا. فبالتالي جاءت هذه الزيارة بعد إذنك دكتور بهذا الموضوع. دعني أنتقل للأستاذ صباح زنقنة. مرحبا بك أستاذ صباح. حياك الله. يعني ألا تشعر معي بأن ما تفضل به الدكتور الخزعلي هو عمل باتجاه زج العراق في أطون معضلة دولية؟ يعني احنا شنو دخلنا بقضية اوكرانيا وحرب اوكرانيا ومخلفات اوكرانيا؟ يعني هذا الا تعتقد في انه محاولة لزج العراق في هذا الاطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك استاذ علاء والمحيط الكريم الاستاذ هيثم والى كل جمهوركم الاكارم. لا شك انه عندما لو رجعنا الى ازياء القمة التي حصلت في قبل يعني اسابيع، وكيف كان أنه الرئيس الأوكراني زيلنسكي كان موجودا في هذه القمة، كانت هذه بمثابة إشارة إلى هذه البلدان العربية قاطبة بأنكم سأنك الولايات المتحدة سأفسح المجال لكم بأن تتعاملوا فيما بينكم دون أن أجعل لكم مضايقة، ولكن هناك طفل مدلل عليكم أن لا تنسوه، وهو الابن بالتبني للولايات المتحدة. هذه الإشارة كانت واضحة من أن أوكرانيا سيكون لها الحظ الأوفر من هذه الأموال، باعتبار أن الولايات المتحدة اليوم أثقل كاهلها المشاكل العسكرية والحربية، وربما تنازلت عن بعض الأماكن وإن كان خروجها كان خروج تكتيكي من أفغانستان، ولكن هي بالمقابل هناك لديها أزمة مالية كبيرة وديون ديون يعني أثقلت كاهلها، بالنتيجة هي غير قادرة على إعادة إعمار أوكرانيا مرة أخرى. لكن فتح الأبواب للاستثمارات في المناطق العربية فيما بينهم فسح المجال لأن تكون هناك عملية تبادل منفعة فيما بين البلدان العربية. يعني لو احنا رجعنا إلى الفترة الخمسينيات والستينيات والصراع العربي لإنتاج وحدة عربية متمثلة بعراق وسوريا وغيرها، كانت هذا تضر بمصلحة إسرائيل، يعني كانت ترى بها مضرة، ولكن أيضا هناك كانت فيها منفعة لبعض البلدان العربية. اليوم عادت هذه الوحدة ليس بعنوان وحدة الأراضي أو أن يكون شخص قائد، هناك وحدة استثمارات فيما بين هذه البلدان، وأكيد أن العراقي سيكون عنصر معطى، والدليل أنه لسنوات طويلة وإلى حد الآن لا أحد يستطيع أن يفتح شفرة ما سر إعطاء نفط العراقي إلى الأردن منذ تأسيس النفط، يعني إخراج النفط من العراق وإلى حد اليوم وإلى اليوم بشكل مجاني، ربما يقول البعض أو يصفها بأنه تعتبر أردن ممر إلى ميناء العقبة، وهذا ما يرى الزملاء الاقتصاديين، وأعتقد السيد زميلي العزيز هو أدرى بهذه النقطة. بالتالي عندما نشاهد يعني أسلوب التعارف الجديد في المنطقة العربية تبنى على أساس الدبلوماسية الاقتصادية الناعمة وليست الدبلوماسية الصلبة أو لربما القضايا القتالية. أستاذ صباح، أنا كنت ناوي أسأل عن ما إذا كانت هناك رسائل أقليمية أو دولية مررت خلال هذه الزيارة، وأنت جزاك الله خير
يعني جاوبت عليها سلفا. أنا أريد أسأل بعد إيش أكو من الرسائل يمكن أن تكون يعني أنت على سبيل المثال اليوم أعرف بأنه ما سر أنه العراق يعطي مبالغ إلى الصومال وإلى جزر القمر وإلى نعم. بعض هاي البلدان يعني يعني هناك شيء غريب في المعادلة أن العراق اليوم يشعر بانتعاش اقتصادي وحصل انتعاش اقتصادي وهذا الانتعاش لابد أنه تكون هناك دعم لبعض البلدان حتى لا تتحول هذه البلدان إلى بؤرة صراعات ومشاكل قد تتأثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي الرامي تأسيسه الذي يرمون تأسيسه في المنطقة العربية. بالتالي لابد أن يسكتون بعض المناطق ببعض المبالغ كمساعدات يعني على الأقل حتى يستطيعون أن يحققوا الاستثمارات الأكبر، وإلا عندما نتحدث عن الربط هذا من اللي يسكت؟ طبعا القوة الفاعلة هي القوة الكبرى. طيب ليش تحاسب من جيب العراق؟ طيب لأنه هو هنا النقطة، هنا النقطة الذي عنده النفط عليه أن يتحمل البلاء. هذه المعادلة مؤلمة جدا. الذي عنده النفط عليه أن يتحمل البلاء. ربما بعض البلدان النفطية في المنطقة العربية قالت على نفسها أن تقول بأنها لتصبح خزانة للأموال الأمريكية متى ما شاء غرفت من هذه الأموال كما فعل ترامب عندما أخذ 400 مليار من السعودية بطريقة سهلة جدا. العراق بطبيعته هو غير قادر على أن يكون مثل هذه البلدان أو يعطي نفسه يعني مجالا بأن تكون أبوابه مفتوحة. الآن عرفوا القضية أن سوريا ولبنان والعراق عملية صعبة ومعقدة، ولا لو نأتي ونسأل لماذا هذه الحرب الأعوام التي طالت على سوريا كلها فقط لأن سوريا كانت تفكر بأنها تصدر النفط الخاص بها، وامتداد نفط ممكن بمسافة 180 كيلومتر ممتدة من سوريا من المحيط من البحر المتوسط إلى مدينة دمياط في مصر. هذه كلها خزانة تعتبر أكثر من مخزون القطري وغير، لماذا لم يسمحوا لهذا؟ لابد أن فائدة إسرائيلية إسرائيلية يجب أن تكون هي التي تستفيد من هذه الفوائد التي كملت وراء موضوع سوريا. دكتور هيثم، وردت في الجملة حقيقة مثيرة في مقالكم اللي هي الدبلوماسية المنتجة. أنا أثارتني كثيرا في الواقع، يعني ما أدري هذا الجهد في الدبلوماسية المنتجة من الذي أداره؟ أدارته وزارة الخارجية العراقية أم هو جزء من جهد السيد محمد شيع سوداني؟ الحقيقة أنه مصطلح الدبلوماسية المنتجة هو استراتيجية ابتدعها السيد السوداني. يعني هو كان رؤيتي أن لا تكون هناك علاقات مع الدول من أجل بروتوكولات وزيارات شكلية وإنما تكون العلاقات تصب في مصالح اقتصادية، في مكافحة الفساد، في استرجاع الأموال، في استرجاع الأموال المسروقة من العراق، في استرجاع المطلوبين. فكانت كل علاقاته مع الدول تدور في هذا المدار، و معظمها كانت تعود باستثمارات وبمنافع اقتصادية للعراق. وتسمية الدبلوماسية المنتجة تسمية السيد السوداني، لكن استعرت هذه العبارة لأنه زيارة أمير قطر هي أحد مصادق الدبلوماسية المنتجة التي اتبعها السيد السوداني. أستاذ صباح، طبعا عذرا أنا كان بنيتي أن أسأل لكن الوقت داهمني في الواقع، لذلك ضيوفي الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان العراق وقطر، الكاتب حيدر الموسوي. العراق وقطر، الكاتب حيدر الموسوي. الزيارة كانت مهمة وكبيرة جدا، أسهمت في بداياتها بتوقيع استثمار بقيمة 7 مليارات دولار، وجرى الحديث في الوقت ذاته عن الدور الفاعل الذي ستسهم به قطر التي سبقت أطرافا خليجية أخرى نحو معرفة ما يمكن استثماره في مشروع طريق التنمية الاستراتيجية الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق. بالتالي هذه الزيارة لها الأهمية بمكان التي تجعل من توقيع اتفاقيات وتحولها نحو العقود إلى ضرورة قصوى بات العراق بأمس الحاجة إليها. الغريب أن بعض المنصات هنا وهناك بدأت بالتنكيل بالزيارة أو ما شابه، وهذه كلها لا قيمة لها أمام مصلحة ومنفعة العراق والذي يجب أن تتحول فيه الحكومة العراقية إلى التعاطي مع المصالح أولا وببراغماتية عالية من دون النظر إلى الخلف. مرحبا بكم مرة أخرى، وأقدم اعتذاري لأن كاتب هذا المقال هو الأستاذ إياد الإمارة. مرحبا بكم وبضيوف الأكارم مرة أخرى وأخرى. دكتور الخزعلي،
طبعا قيل أن من الأمور التي نوقشت خلال الزيارة أن قطر ستستثمر في بناء المدن السكنية وفي بناء الفنادق وما إلى ذلك. إحنا طبعا ما يهمنا بناء الفنادق، لكن سؤالنا هو هذه المدن التي ستبنى بناء باستثمارات قطرية هل ستنعكس على فقراء العراق لو مثلها مثل المجمعات المرفهة التي تباع بمئات ملايين؟ أنا ذكرت أستاذ على أنه رؤية الحكومة أن يتم تمويل جزء كبير من المشاريع عبر الاستثمارات على اعتبار أن موازنتنا جزء كبير من هذه التشغيلية. قطر لديها استثمارات في معظم دول العالم، في أوروبا، في الولايات المتحدة، في المحيط الهندي، ومعظم استثماراته في العقارات. قطر معروفة في قضية الاستثمار. نعم، شركة قطر القابضة رأس مالها 115 مليار، أعربت قطر عن رغبتها باستثمار في العراق 7 مليار. توجه الحكومة نحو بناء المدن السكنية كان يأخذ بنظر الاعتبار موضوع إمكانيات الفقراء، لذلك هو السيد السوداني اقترح أن تكون هناك مدن تبنى على مناطق بها بنى تحتية كاملة، وأن يتم وضع حلول عبر اعتماد المساكن واطئة الكلفة، اعتماد المدن واطئة الكلفة. كل هذه الاستثمارات طبعا في قطاع البناء تنعكس على قطاع البناء، أكثر قطاع يحتاج إلى أيدي عاملة، فبالتالي هذا سيخفف من حجم البطالة الموجودة بالعراق، سوف يزيد من الدخل، يزيد من حركة الاقتصاد العراقي، بالتالي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل إيجابي. كلما زادت الاستثمارات خصوصا في قطاع البناء زادت حركة السوق وزادت معدلات التشغيل والأيدي العاملة وانخفضت نسب البطالة، وبالتالي هذا ينعكس على مستوى الفقر، ينعكس على حركة ودوران الموارد الاقتصادية العراقية. سؤالي دكتور، سؤالي هو هل ستسهم هذه الاستثمارات في حل أزمة السكن؟ يعني هل يمكن أن يأمل الفقير أن يحصل على بيت، يمتلك بيت؟ طبعا عندما تكون هناك استثمارات معناها زيادة عرض في الوحدات السكنية. عندما يكون زيادة في عرض الوحدات السكنية كلما زاد العرض قل السعر، لأنه معظم هذه الوحدات تدخل في تنافسات مع مشاريع أخرى، بالتالي يضطر المستثمر أن يخفض السعر حتى يستطيع المواطن أن يشتري هذه الوحدات. بالتالي أعتقد أن هناك انعكاس بشكل أو بآخر حول إمكانية توفير الوحدات السكنية وتقليل الحاجة السكنية في داخل العراق. طبعا هي مشكلتنا وين؟ أنه هذا القانون الاقتصادي كلما زاد العرض قل الطلب، وأيضا أثر على السعر، لكن في الواقع هذا للآن لم نلمسه في العراق، على الرغم من الأعداد الكبيرة للمجمعات السكنية التي تبنى والأعداد الهائلة لعدد الشقق التي تحتويها هذه المجمعات، إلا أنها بقيت محافظة على سعر عالي كارثي. بالنهاية أستاذ علاء، إذا لم يتم يعني بيع هذه الوحدات السكنية للمواطنين سوف تكون خسارة بالنسبة للمستثمر. يضطر إلى تخفيض الأسعار. أكو تشتري مستعدين يشترون شقق في بناية كاملة. أستاذ زنقنة، الدول الأقليمية كأنها بدأت يعني تفكك المشاكل مع العراق، بدأت تعمل على تصفير المشاكل مع العراق، يعني يبدو أن العراق مقبل على مرحلة وئام أقليمي. يعني لاحظ الوئام الأقليمي لا يقوم إذا كان هناك تفرد دولة، يعني دولة مثلا تقول بأنها هي التي تتفرد في إدارة واردات الدولة التي تجاورها. يعني على سبيل المثال إذا قلنا تركيا تريد أن تفرض هيمنة اقتصادية على العراق وتريد هي أن تتعامل مع العراق بتفرد، أو إيران مثلا تريد أن تتعامل مع إيران بتفرد، هذه المعادلة ذهبت. يعني وذهاب هذه المعادلة كيف كانت؟ أنه اليوم كانوا عندما ينظرون ويشاهدون بأن إيران هي تتفرد في إدارة القرار، يعني هكذا برؤيتهم، وليس أنا أقول لك رؤية، يعني إيران هي التي تتفرد بالقرار الاقتصادي في الداخل العراقي. كانت الاستثمارات القطرية والسعودية هي ترغب في أن تستثمر في الداخل العراقي، ولكن يجابهون بمصدات كبيرة وكثيرة إن كانت سياسية أو إعلامية، كالاستثمار السعودي الذي كان يرغب في يعني جزيرة السماء. بعد المداخلة أستاذ، بعد إذنك يعني المداخلة، لكن الملاحظ أن الاستثمارات القطرية السعودية خصوصا السعودية
كانت كأنها ذات مضمون سياسي. وهذا يعني وهذا ما أرد أن أوصل إلى أصلك إليه. هذه هي الرسالة التي قيل بأن كل التحركات القطرية في الداخل العراقي والسعودية بالإنتاج داخل العراقي كلها هي تعتبر سياسية. إيران لكي تعطي ضمانات وتأخذ الضمانات من أن لا توجد هناك تفرد من قبل هذه البلدان، أو أن هذه البلدان لكي تزيل التخوفات الإيرانية في المنطقة، حصل عملية تخفيف اللغة الإعلامية فيما بين الأطراف، وحصل هناك وئام كبير بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد السعودي. ولاحظنا كيف كان أنه فتح القنصليات والسفارات فيما بين السعودية كان هي عملية تمهيد ل إيجاد استثمارات في الداخل العراقي على لا تكون أرض للصراعات الاستثمارية، وليس فقط أرض للصراعات السياسية، تتحول لأرض للمنافسة الاقتصادية. اليوم إذا تحدثنا عن المنافسة القطرية، قطر هي لديها علاقات جيدة مع إيران من حيث يعني التبادل الاقتصادي وحتى فيما يتعلق بالغاز. هنا اليوم نتحدث عن الغاز الإيراني أو الوقود الإيراني الذي يدخل بالعراق، أو شركات الكهرباء، يعني اعتماد العراق على الأكثر على شركات الإيرانية. والعراق هو غير قادر على تسديد هذه الأموال نتيجة المشاكل المالية بينه وبين الولايات المتحدة التي تمنع أعطاء العملة الثقيلة مثلا أو العملة الدولار وغيرها إلى إيران. بالتالي هذا سيدفع العراق أنه يبحث عن أماكن أخرى للتعامل معهم في مجال الطاقة. فكان اختيار السعودية، السعودية حتى تعطي رسالة تطمين إلى الجانب الإيراني بأن الموضوع وليس موضوع سياسي وليس موضوع الاستحواذ على العراق، كان عليها أن تنهي الخلافات مع الجانب الإيراني حتى تكون هناك رؤية مشتركة في الداخل العراقي. وهذا ما يخدم العراق بالمناسبة، يعني حتى لا أحد يعطي تصورات ويقول أنه هناك تدخلات وأن نقرأها في القراءة السياسية. نقرأ في القراءة الاقتصادية عندما يتحول العراق وكممر للقناة الجافة أو طريق التنمية أو غيرها من الخطط التي يراد أن يعمل فيها في العراق، وتحويل العراق إلى ممر إلى دول أوروبا، إلى سوريا وتركيا وغيرها إلى البلدان الأوروبية. كل هذه هي مؤشرات جيدة. الدول العربية قرأت هذه المعادلة تماما مثل ما تفضل ضيف الكريم عندما قال قبل قليل بأن العراق قرأ المعادلة تبادل الغاز، تحويل الغاز إلى السائل ومن ثم تحويلها إلى ألمانيا وإلى تلك البلدان. كل هذه عمليات مكلفة. العراق شعر بأن السيد رئيس الوزراء شعر بأن الخارطة العراقية اليوم تمثل بوصلة مهمة للتوجه الاقتصادي. كان طبعا هناك سياسات سابقة، يعني أيام السيد العبادي أتذكر كان هناك مفهوم سياسة الأبواب المفتوحة واليد الممدودة، يعني كان لطالما كرر هذه العبارة بشكل مستمر حتى يفتح الاستثمارات. وكان مؤتمر دافوس أيضا غني بالكثير من النتائج والمعطيات التي للأسف لم ترى النور بسبب المشاكل الأمنية وصراعنا مع داعش. وكان يمكن ربما سيد عادل عبد المهدي جاء بمفهوم الاتفاقية الصينية وتصبير الأزمات، وهذا لم تحصل. اليوم عندما جاء السيد العبادي بمفهوم الدبلوماسية المنتجة، السيد السوداني جاء بمفهوم الدبلوماسية المنتجة، أراد أن يوصل رسالة بأن نحن مصرون على أن يتحول العراق إلى أرض المنافسة اقتصادية لا أرض صراع سياسي. هذه من العلامات اللي تبشر بالخير. يعني دكتور الخزعلي، الكاتب أياد الإمارة سأل سؤال ضمن المقال، سؤال يقول هل هناك رسالة يراد إيصالها للعراق عبر وسيط، والوسيط هو الأمير تميم؟ لا أعتقد هذا الموضوع بعيد. يعني نحن نعلم أن دول الخليج كلها لديها رغبة بالانخراط في طريق التنمية، وهناك يعني هذا سؤال جدا مهم، قضية علاقة هذا الوضع كله بطريق التنمية. يعني هناك تنافس بين دول الخليج، بين قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، سواء في قطاع النقل أو في قطاع الطاقة البديلة أو حتى في قطاع النفط والغاز. إذا كانت هناك من رسالة هو رسالة بعثها السيد السودان عندما ذهب إلى فرنسا وألمانيا، وأنه ممكن العراق أن يكون ممرا للطاقة بديل عن الغاز الروسي. وقطر بما أنه متعاونة مع الدول الأوروبية لديها استثمارات، ممكن أن يمر أنبوب الغاز عبر العراق. هذا يحقق مصالح اقتصادية العراق، يحقق استقرار، ضمانات للاستقرار السياسي والأمني بالعراق، على اعتبار مصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة سوف تكون في داخل العراق، مصالح دول الخليج سوف تكون في داخل العراق. بالتالي أعتقد أن هناك فوائد كثيرة
فضلا عن وجود طريق التنمية وإمكانية إقامة حزام صناعي حول هذا الطريق، ساحات تجارية، مناطق تجارية، مناطق تبادل، مدن سكنية حول هذا الطريق كي تقوم بإيواء من يعملون حول هذا الطريق. بالتالي هناك عملية تنمية ممكن أن يستثمرها العراق عبر طريق التنمية، سواء كان بالنقل البري أو بالسكك أو بنقل الطاقة إلى العالم. أما دكتور هيثم، أنا شنو مبعث سؤالي في الوقت؟ مبعث سؤالي أن الأستاذ زنقنة أشار إشارة يعني وقفت عندي، اللي هي راد أن يصدر فكرة بفادها أن المملكة العربية السعودية عملت على تصفير أو بدأت العمل على تصفير مشاكلها مع الجمهورية الإسلامية حتى الجهود اللي تبذل في العداء إلى جهود تبذل في الاستثمار في الساحة العراقية. بعد إذنك يعني أكمل لك السؤال. نعم. فهذه ربما تقابل بجهد أمريكي لعرقلة هذه المساعي، فقد يكون أن الأمير قطر جاء لإيصال رسالة من هالنوع. لا، هو لا يوجد مصلحة للولايات المتحدة خاصة في موضوع طريق الحرير، هو مصلحة للدول الأوروبية أنه تحصل على الغاز، مصلحة لقطر أن تصدر الغاز، مصلحة العراق أن يحصل على موارد إضافية ويحصل على ضمانة أمنية. أما العربية السعودية فهي ذاهبة إلى تصفير مشاكلها مع إيران، لأنه مستقبلا ممكن تتحول حليف قوي لإيران. العربية السعودية ذاهبة باتجاه الكتلة الصينية الروسية، باتجاه اتفاقية شنغهاي، ربما تنضم إلى بريكست، وهي حاليا يعني مدعوة إلى بريكست كعضو مراقب. وفرنسا بالمناسبة طلبت أن تكون مدعوة إلى بريكس، وهذا طبعا تطور خطير، أنه إذا دخلت الدول الأوروبية يعني تصدع بالمعسكر الرأسمالي بالمعسكر الناتو. فبالتالي العربية السعودية تقع الساحة، لكنها لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة وتذهب من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. هي تذهب بهذا الاتجاه ومغى بهذا الاتجاه لأنها تعزز قوى علاقاتها بالشرق، ومن مصالحها أن تكون هناك علاقات قوية مع الجمهورية الإسلامية في إيران كي يكون هناك تكامل اقتصادي، تعاون في المنطقة، وهناك رغبة إيرانية أيضا بتطوير العلاقات مع العربية السعودية. طيب شنو رأيك بهذه الإجابة؟ يعني فيما يتعلق بخصوص أن هناك من يريد أن يوصل رسالة إلى العراق عبر وسيط، والوسيط هو الأمير تميم، يعني طبعا خصوصا إذا ربطناها باللي تفضلت به في موضوع تصفير أزمات السعودية مع جمهورية. يعني لا شك انه يعني المنطقة هي لابد ان تكون مقبلة على استقرار امني اقتصادي، لان الولايات المتحدة فتحت عليها جبهات، ولربما الجبهة الكورية الشمالية ستفتح، ولربما هناك جبهات تتعلق بالصين والتايوان، هذه المسافة البعيدة. فلا بد ان الولايات المتحدة تبحث عن مناخات آمنة لتكون الملجأ الخلفي لها في يوم من الايام، لا ان تكون هذه المنطقة منطقة صراعات وتصادم. هي التي تحدد المعادلة، هي من دفعت السعودية بالحرب مع يعني اليمن، وهي من دفعت سابقا العراق بالحرب مع إيران. بالتالي كل هذه كانت المصلحة الأمريكية تقتضي هذا الشيء. اليوم المصلحة الأمريكية لا بدأت تتراجع، لا أقول تتراجع في العراق، لكن هي تريد أن تكون المناطق الخلفية تكون لديها آمنة، لأن لديها واجهة الصد كبيرة جدا، والأزمة الأوكرانية هي تقريبا غطت على الساحة، والتخوف من استعمال الأسلحة النووية أو الأسلحة الجرثومية في المستقبل قد تولد لديها مخاوف كثيرة. فهي تعمل على جانب استراتيجي بعيد، أن ترفع يدها قليلا عن هذه المنطقة لتنعم بالهدوء، ولا إذا حصلت اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ربما تتعرض كل القواعد الموجودة سواء في الخليج، إذا كان في قطر أو في السعودية أو في الكويت، كلها ستتعرض إلى خطورة، خاصة هي شاهدت القدرة التسليحية النووية، القدرة التسليحية الإيرانية كيف أنها بدأت تقوى يوم بعد يوم. لهذا هي فتحت وتركت المناخات آمنة. وأما بالنسبة لقطر، فقطر هي تعتبر يعني الآن تريد أن تلعب دور العراب الاقتصادي. السعودية كانت تعمل دور العراب الأمني في المنطقة بعد زوال معسكر مصر تمثل بعبد الناصر، والمعسكر العراقي اللي كان تمثل بصدام. اليوم الدور السعودي هو أصبح الدور الريادي، الدور القطري أصبح اليوم يأخذ الجانب الاقتصادي، هو اللي يريد أن يلملم القوة. صحيح أنه كانت مبادرة سعودية بالجلوس على طاولة، وهي تسعى لسؤال آخر، هل تسعى قطر إلى مشاركة المملكة العربية السعودية في الزعامة؟ هذا ما سنتعرف يعني عليه في محورنا القادم. ضيوف الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا
معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان العراق وقطر، حيدر الموسوي. ماذا كان يحمل تميم من رسالة خطر للعراقيين؟ الكاتب إياد الإمارة: أنا لست معترضا أو متذمرا من وجود علاقات عراقية عربية، بل بالعكس، كنت كما هي رغبة كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 مرحبا بهذه العلاقات، لكن المشكلة لم تكن متعلقة برغبتي أنا المواطن ولا برغبة الحكومات العراقية المتعاقبة. الدول العربية نفسها لم تكن راغبة بعلاقات مع العراق الجديد الخالي من الإرهابي صدام، ويتمتع بحكومة تنتخب من قبل العراقيين أنفسهم، ولهم أسباب كثيرة غير شرعية تدفع بهم لاتخاذ هكذا مواقف متشنجة ومرعبة في بعض الأحيان. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بالضيوف الأكارم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز اتحاد المحللين الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور هيثم، قطر تعتبر إحدى أنجح الدول في مجال الاستثمارات عبر العالم، وابتدأت في العراق بسبعة مليار، يعني اللقمة دسمة، فلماذا يستهدف هذه الزيارة من يستهدفها؟ الحقيقة يعني نحن لا نستطيع أن نشكك في نوايا الناس، البعض ربما لديه استصحاب من مواقف دول الخليج السابقة وعلاقات المتوترة، ولا يدرك أنه في العلاقات السياسية، يعني الذهنية العراقية ما تقدر تتخلص من دعم قطر لساحات ليس فقط ساحات دول الخليج، ربما كلها كانت مشتركة بدعم جماعات إرهابية العراق ورغبة بإسقاط العملية السياسية، لكن في السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم، توجد مصلحة دائمة. بالتالي اليوم المصالح تغيرت وتحول أصدقاء الأعداء إلى أصدقاء. العراق عليه أن يتعاطى مع هذا الواقع الجديد، لا يمكن أن يبقى منكمشا في زاوية معينة وأن يتخذ موقف ثابت معين، لابد أن تكون هناك مرونة. نحن أيضا من مصلحة العراق أن لا نستعدي دول الجوار خصوصا عمقنا العربي، هذه الدول ممكن أن تكون لنا مصالح مشتركة، ممكن أن تكون لنا تعاون في الكثير من المجالات، وأعتقد أنه طريق التنمية يمكن أن يكون بداية جيدة لتقوية أواصر العلاقات وأن نحصل على استثمارات من هذه الدول. وطبعا العلاقات الاقتصادية تنعكس سياسية، كلما كانت هناك مصالح اقتصادية كلما كانت هناك أواصر سياسية جيدة، فبالتالي أعتقد أنه جذب الاستثمارات الخليجية، مساهمة دول الخليج في طريق التنمية، تحقيق العراق لمصالح هذه الدول عبر طريق النقل إلى أوروبا، كل هذه أمور تصب في صالح الشعب العراقي. أستاذ صباح، الكاتب يقول، طبعا إياد الإمارة يقول: البقاء للأقوى حصرا وليس لرومانسي ولا لقومشي، اذهبوا لعلاقات عراقية عربية ولكن بعراق قوي يقبل العرب يده باحترام كما يقبلون يد إيران بكل ذل وخنوع، وغصبا على أكبر عقال عربي في دول خليج فارس القوية المقتدرة على الخليج. يعني أنا ضد عبارات مفهوم تقبيل اليد ولعق الأحذية، هذه العبارات التي لا خلينا نقرأ ما وراء السطور يعني. عفوا، يعني أنا أريد أقول فقط أن العراق لم يلعق أحذية أو لم يقبل أي يدا ولن يفعل هذا الأمر. العراق معروف، لا هو ما أشار للعراق، لا أنا أقول لك يعني بعيدا عن ما قاله الكاتب، أنا أقول ما في جعبتي. العراق دائما يريد أن يكون هو عبارة عن مفهوم، يعني أنا كنت دائما أسميه من عام 2014 وإلى حد الآن كنت أقول هذه العبارة، أقول أن تكون أسدا مطيعا بدل أن تكون نعجة مطيعة، يعني ربما واحد يتعامل مع مسؤوله بطريقة الأسد المطيع، يمتلك هيبة لكن أمام مسؤوله، لا أن يكون عبارة عن نعجة قابل للذبح. العراق حتى لو كان يتعامل، توصيفات جميلة يعني، الله يبارك فيكم. العراق حتى لو كان يتعامل يوم من الأيام مع البلدان التي تجد نفسها هي أعظم من العراق، لكن سيجد في العراق هيبة بأنه مقتدر وقادر على نفض الغراب البخاء الغبار على رأسه
العودة مرة أخرى إلى واقعه. لهذا العراق عندما يريد أن يتعامل مع هذه البلدان لا يتعامل بمفهوم الضعف. صحيح أنه هناك الآن إذا لاحظنا إلى قطر، قطر اليوم هناك شركات عالمية كبيرة جدا مثل شركة توتال، شركة شيفرون، شركة شيل وأكسل، وهذه الشركات العملاقة تتعامل في يعني في الغاز القطري، والقطر كانت معتزمة في عام 21 أنها ترفع إنتاجها إلى 40% إلى حد عام 26. هذا الشيء تحقق اليوم وأصبح الغاز القطري شيء كبير جدا، فلا بد من وجود أسواق ليعني بيع هذا الغاز، ولا بد أن تكون هناك ممرات. العراق أصبح سوقا وأصبح ممرا. هذا اليوم عندما العراق تعامل بطريقة الأسد المطيع، هو اليوم سيكتشفون أن لهذا الأسد وأسد الرافدين يمتلك المهابة ويمتلك آلية التعامل حتى مع عدوه. اليوم لا نريد أن دائما أن نقول العدو والعدو، دائما نأخذ العدو. حتى الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث في القرآن يقول لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لم يقل فإنه ولي حميم، أعطاه جانب الدبلوماسي، عامله كأنه ولي حميم. اليوم حتى الذي كان يقارعنا أو الذي يدعم الإرهاب في يوم من الأيام هو اليوم يريد أن يشاركنا فليشاركنا، أما إذا كانت لدينا حسابات معه فممكن بعد المشاركة وممكن أن نحن نستقوي في الأمر، نطالبه بالأخطاء السابقة التي كان يعملها ونطالبه أيضا بالتعويضات السابقة، عندها الطرف الآخر سيخضع إلى احتمال. أنا أعتقد أن إذا كانت الدبلوماسية دبلوماسية منتجة كما وصفها السيد السوداني فممكن أنه يحقق هذه القوة بالدبلوماسية العراقية في المستقبل. دكتور هيثم، أنا أدري بك أنت عندك كتابات فيما يتعلق بطريق الحرير، طريق التنمية، علاقة زيارة طريق التنمية القضية يبدو أنه أعمق من قضية استثمارات في السكن وفي الفنادق. لا لا، هو المنهج الأساسي اللي اشتغلت بطريق التنمية عبر مد خطوط الغاز. هو هذه المصلحة القطرية الأساسية، وإلا كل الطريق كل الدول مشتركة لها مصالح بنقل بضائع عبر هذا الطريق، ولكن خصوصية قطر أنه هي ثالث دولة بالغاز، ثالث عشر في إنتاج النفط، وبالتالي هي تريد أن تمرر الطاقة عبر العراق إلى أوروبا، وهذا يحقق لها مكاسب اقتصادية ويحقق لها مكانة سياسية. فبالتالي ما يرتبط بطريق التنمية والجزء الأكثر الذي يتعلق بقطاع هو موضوع أنابيب الطاقة وخطوط نقل الطاقة. أستاذ صباح، اللقاء في يعني في قضية غريبة، جمع لجيفان برزاني السيد الحلبوسي والخنجر، ماكو أي مسؤول شيعي. هل أن القضية مرتبطة بطلب قطر أم أن الشيعة اكتفوا بأن يكون محمد الشيعة السوداني ممثلا عنه؟ لو أخذنا بنظر الاعتبار أنها رسالة عراقية أو مثلا أو رغبة قطرية فلتكن كلا الأمرين. الرغبة القطرية تقول نريد أن نرى المجتمع العراقي مجتمعا متقاربا متصالحا، باعتبار أنه رأس مال جبان ولا يعمل في الأجواء المتوترة، فلا بد أن تكون هناك أنا أستغرب صورة. يعني أستغرب أنه إذا كانت عراقية أو قطرية سيان. نعم. قضية مو لا نعم، هناك يعني اليوم عندما تكون رسالة عراقية فالذي يمثل الشيعة هو اليوم السيد السوداني مثلا، السيد السوداني وهي رسالة طبعا يعني كان الجانب السني بجانبه بشقيه والجانب الكردي أيضا موجود. وكذلك طبعا بالمناسبة عندما جاء بالسيد نشيروان برزاني باعتبار السيد نشيروان برزاني هو لديه شبه مقبولية حتى مع الأحزاب التي تعارضه، هو لم يأتي بصفة حزبية بل بصفة يعني إدارية جاء، لو كان صفة حزبية لطلب من الحزبين أن يأتوا. أما مثلا عندما تكون هي صورة مشتركة وصورة تنقل وهم كلهم يبتسمون بابتسامة واحدة، هذه دلالات الطمأنة الاستثمارية يجب أن تعطى. أول دلالات الطمأنة الاستثمارية بأن كل هذه القوى التي هي تتنافس سياسيا على الكعكة وعلى المصالح هي ستستفيد من هذه الاستثمارات، وأن الاستثمار لن يكون فقط للمناطق الجنوبية أو للمناطق الشمالية أو الوسطى، بل هي رسالة بأن الاستثمارات القطرية ممكن أن تنعش كل هذا الواقع. يعني ممكن لا أقول هم سيوزعون الأموال، لا، الغاز مقابل استثمارات. يعني نحن اليوم إذا تحدثنا عن أفخم وأكبر وأقوى شركتين لديها أعمال في كل بلدان العالم هي شركتين للعقارات، هي قطرية وهي شركة الديار، وأعتقد الشركة الأخرى شركة إخوان. هذه الشركات يعني لديها حضور كبير جدا، لو هذه الشركات دخل في المجال العراقي ستنافس حتى الشركات العراقية التي اليوم تحصر المواطن وتمنع المواطن أن يشتري سكن أو أنه يكون
عبدا تحت يعني البنوك والقروض وغيرها، لا لربما تفتح منافسة للمواطن العراقي ويأتي بأريحية ويستطيع أن يسكن في هذه المناطق دون أن تكون مشاكل، ودون أن ينفق الجانب العراقي أي مبلغ من مبالغ النفط والأمور الخاصة، إنما هناك استثمارات مقابل الغاز القطري، وأيضا في مجالات الهدر بالمال العام والفساد المالي لا تكون فيها في هذه النقطة شيء كبير. لهذا عندما تكون هناك صورة تجمع أقطاب القوى السياسية، إنما هي رسالة تطمين اقتصادية ورسالة بأن الاستثمار القطري يبحث عن مناطق الآمنة، ونحن ها هنا كلنا جالسون نتمنى هذا الشيء أن يتحقق. جيد ممتاز، هذه تخريجة حلوة. دكتور هيثم، يعني كأن هناك اتجاه نحو يعني جذب الاستثمار الأقليمي وليس الدولي، على الرغم من أن هناك الكثير من الشركات العالمية العملاقة، الشركات الأوروبية الأمريكية الآسيوية، ما أدري أكو هيك اتجاه أنه يدعمون يعني لمحاولة خلق شراكات أقليمية لتهيئة أكبر قدر من الضمانات الأمنية؟ لا، الموضوع لا يتعلق تحول الأمن أمن جماعي، لا يتعلق الموضوع فقط بالأمن. هناك كانت رؤية عند السيد السيستاني، وأنه طرح موضوع تكتل اقتصادي في داخل المنطقة. التكتل الاقتصادي يحتاج إلى وجود مصالح مشتركة. أكثر ما يقوي العلاقات بين الدول لما تكون هناك ارتباط بشبكات نقل، ارتباط بممرات تجارية، ارتباط بخطوط نقل الطاقة، لأنه عصب الاقتصادات الخليجية والإقليمية وموضوع نقل الطاقة وموضوع الاقتصاد وموضوع التجارة. فبالتالي جذب الاستثمارات بهذه القطاعات من الطبيعي أن يكون مع الدول القريبة. لا يمكن أن نعمل مشاركة سكك حديد مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، ولكن من الطبيعي أن يعني يكون هناك يعني ربط للنقل بين دول الخليج و تركيا وأوروبا عبر العراق، موضوع طبيعي. ممكن أن يكون من إيران عبر إلى سوريا ولبنان عبر العراق، من إيران إلى الأردن أو من دول الخليج إلى الأردن عبر العراق، هذا موضوع طبيعي. فبالتالي هو حكم الجغرافية والرؤية الحكومة العراقية بإيجاد تكتل اقتصادي وما يجذب الاستثمارات الإقليمية. الدكتور هيثم الخزعلي الكاتب والمحلل الاستراتيجي، الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز اتحاد المحللين الاستراتيجيين، الأستاذ صباح زنجان، أنتم أيضا أيها الأحبة شكرا لكم. ولكن كتب معد الحلقة الإعلامي قاسم العجرش الخاتمة التالية: العراق وبالرغم من السنوات الطويلة التي مرت بعد سقوط صدام لم يتمكن من الوقوف على عتبة التخطيط والإدارة السليمة لبرامج الأعمال، فلا زالت المؤسسات الحكومية متخبطة وليس لديها بوصلة لتحديد المسار، فالمحسوبيات والوساطات هي الحاكمة في تكليف المهام والمسؤوليات. ضغط الأحزاب الحاكمة وبحثها عن مصالحها أضعف ويضعف توجه الحكومة إن شاءت وإن أبت. شكرا، في أمان الله.